الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العلي العظيم. بمناسبة الشهر الكريم شهر رمضان الذي تفتتح فيه أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى على الناس، ينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه الرحمة المهداة. فمن المسائل الهامة التي تساهم في تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وتسبب للإنسان الفوز والسعادة هو الرجاء، بمعنى أن يكون الإنسان راجيا لرحمة الله سبحانه وتعالى. ورجاء الرحمة يسبب للإنسان أن يعمل بالصالحات، لأن الإنسان في بعض الأحيان تنتابه حالات من الضعف النفسي أو الاغترار أو الخداع بالشيطان، فتصدر منه زلات. فإذا صدرت من الإنسان زلات، إذا كان الباب مفتوحا أمام الإنسان للرجوع، فحينئذ يمكن أن يصحح أخطاءه. ولكن إذا كان الباب مغلقا والإنسان رأى نفسه من أهل النار، فلماذا يحاول إصلاح أمره؟ هكذا يفكر: ما دمت داخل النار لا محالة، فلماذا أحاول العمل بالصالحات والاجتناب عن المنكرات؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة للإنسان، وفتح باب أن يجبر الإنسان ما فعله من الأعمال السيئة أو ما فاتته من الأعمال الصالحة. فرجاء رحمة الله سبحانه وتعالى تسبب للإنسان أن يصحح الأخطاء وأن يعمل وأن يجتهد وأن يكد، في حين أن القنوط من أشد الرذائل التي تسبب للإنسان أن يرتكب مختلف المحرمات. ولذلك جعل اليأس من روح الله سبحانه وتعالى من أشد المحرمات. الإنسان إذا كان يائسا من روح الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الإنسان يتعدى الخطوط الحمراء ويرتكب جميع التجاوزات. لذلك في الآية الشريفة: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الظالمون أو القوم الضالون. الإنسان إذا يأس من روح الله سبحانه وتعالى فإنه يعتبر نفسه من أهل جهنم، فيقول: لماذا لا ألتذ من دنياي؟ لماذا لا أرتكب الجرائم؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ ولذلك نشاهد في بعض الأحيان في بعض الدول وبعض القوانين حينما يريدون تقليل الجرائم يصدرون عفوا أو عفوا عاما عن المجرمين أو عن بعض المجرمين، لكي يكون هناك مجال لهؤلاء ليندمجوا في المجتمع ولكي يتمكنوا من الحياة الطبيعية ولكي يصححوا أخطاءهم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليرحمه، لذلك في الآية الشريفة الله سبحانه وتعالى يقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فحيث إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليرحمه، فتح أمام الإنسان أبواب الرحمة بأوسع مصراعيها لكي يتمكن الإنسان من نيل تلك الرحمة. فإذا أخطأ الله سبحانه وتعالى لا يغلق على هذا الإنسان باب الرحمة، وإنما يجعل أمام الإنسان طرق لكي ينال رحمته سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستغل ونستثمر هذه الفرصة في شهر رمضان المبارك لكي
ننال هذه الرحمة الواسعة التي الله سبحانه وتعالى يفيضها على الناس دائما، ولكن يضاعفها في شهر رمضان. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.